I actually want Jewish thought to influence public policy in Israel. موقع ميدل إيست آي البريطاني يكشف عن دور منتدى إسرائيلي سياسي في رسم السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. في عام 2019 برز اسم منتدى كوهيليت للسياسات اليميني الإسرائيلي المتطرف الذي أسسه ويترأسه البروفيسور موشي كوبل، عندما شكره وزير خارجية أمريكا السابق مايك بومبيو لمساعدته في تأسيس سياسة إدارة دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية. أنشئ المنتدى عام 2012 وهو في الأساس مؤسسة فكرية أرثوذكسية حديثة يمولها الملياردران الأمريكيان اليهوديان آرثر دانتشك وجيفرياس، الذي يعد أحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. يعرف منتدى كوهيليت نفسه بأنه معهد بحوث يعمل لضمان مستقبل إسرائيل بوصفها دولة قومية لليهود ولتقوية الديمقراطية التمثيلية وتوسيع نطاق الحريات الفردية وتعميق مبادئ السوق الحرة. ميزانية المنتدى السنوية تقدر بملايين الدولارات، ويمول رواتب أكثر من 100 باحث للضغط على أعضاء الكنيست وصياغة القوانين ونشر المقالات والمدونات ذات الاتجاه اليميني وبث الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكار اليمين في صفوف الأجيال الجديدة من الإسرائيليين. يضم الداعمون الآخرون مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين كانوا يركزون جهودهم على ازدهار القيادة اليمينية الجديدة في إسرائيل ممزوجة بصهيونية دينية ذات نهج اقتصادي يميني نيوليبرالي. منتدى كوهيليت هو القوة الدافعة للتغييرات المقترحة في النظام القضائي بإسرائيل والتي أثارت أزمة كبيرة بين الإسرائيليين، ويقف أيضا وراء التشريعات التي مررتها إسرائيل في السنوات الأخيرة كقانون الدولة القومية وقانون تبييض المستوطنات الذي استهدف تقنين الاستيطان بالضفة الغربية بأثر رجعي. نفوذ المنتدى لا يتوقف عند حدود إسرائيل، بل يمتد إلى السياسات والقوانين الأمريكية وفق ميدل إيست آي. إن يوجين كونتورفيتش أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون والزميل الباحث بمنتدى كوهيليت وصف خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تعود إلى عام 2015 بأنه قوة رئيسية وراء قانون مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل في ولاية كارولاينا الجنوبية. أصحاب المال والنفوذ في الولايات المتحدة يعملون في السر والعلن لتمرير أجندة يمينية لمستقبل الدولة اليهودية والتأثير في الوقت ذاته على القرار الأمريكي المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي.